السلام عليكم وصبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من الدائري الثاني وتحديدا من حي الهجلة، متوجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة الفجر. خلوكم معنا في هذه الجولة وهذه التغطية وإلى هنا. هذه أحد الفنادق، فندق منازل الفضيلة، توهم استقبلوا أحد البعثات الفلبينية، ما شاء الله استقبال جميل. طبعا أنا الآن متواجد في الدائري الثاني وراح ننزل إلى طريق الهجرة ونتجه إلى الحرم المكي الشريف، وهذه طريقنا. على يسارنا الآن حي الكدوة، هذه منطقة الهجلة، تقريبا بدأ الأذان الأول في الحرم. أي نعم، الأذان الأول في الحرم. طبعا نسمع الصوت أو نسمع الأذان بشكل خفيف. طبعا أنا الآن داخل على خارج من الدائري الثاني ونازل على طريق الهجرة. مع ضيوف الرحمن. بس أباكم تشوفون تقفيل المحلات كيف. شوفوا زي اللي قدامي الآن بالشرشف يقفل المحل. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا الأذان الأول من طريق الهجرة مع ضيوف الرحمن، متوجهين إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الفجر. طبعا تقريبا باقي ساعة ونشاهد ما شاء الله كثافة عددية في شارع الهجرة. وطبعا شارع إبراهيم الخليل راح يكون على يسارنا الآن، ويكون يعني أكثر كثافة عددية من شارع الهجرة. هذه حجاج الفلبين، تنوع للجنسيات في هذا الشارع وفي شوارع وفي مختلف شوارع مكة. لكن ما شاء الله تستمتع مع ضيوف الرحمن وأنت تسير في هذه الطرقات إلى الحرم المكي الشريف. هذا الطريق للخارجين من فندق سيف المجد، اللي يسلك الطريق من طريق الهجرة أو اللي راح يتجه عبر الأنفاق، كلها ما شاء الله تقريبا 10 دقائق وأنت في ساحة الحرم المكي الشريف. ما شاء الله بخطوات متسارعة، بخطوات يملأها الشوق و شوفوا ما شاء الله. الناس مستمتعة بأجواء الصباح الجميلة، أجواء الفجر. فندق منار الخير، فندق رحاب الأخير، فندق زوار الحرمين، ما شاء الله، وبأعداد كبيرة. كلما اقتربنا من الحرم نشاهد أعداد أكثر وأكبر، وما شاء الله تنوع. في الألوان من كل فج عميق أتوا مهللين بحجة وعمرة، مكبرين مهللين.
ما شاء الله تقريبا باقي الآن 45 دقيقة على أذان الفجر، وراح نشاهد صفوف المصلين تبدأ من هذه الطرقات. ما شاء الله ما شاء الله، هذا نقطة التقاء شارع الهجرة بشارع إبراهيم الخليل على اليسار، الآن شارع إبراهيم الخليل، ونحن الآن متواجدين في شارع الهجرة، وكل هذه تسمى طريق المسيال، ونشاهد صفوف المصلين بدأت من هذه النقطة، وفي المقابل ما شاء الله أعداد جميلة لضيوف الرحمن من ما شاء الله. نعود بالصورة للخلف لنشاهد صور جميلة قادمة من شارع إبراهيم الخليل، والمجموعة الأخرى قادمة من شارع الهجرة، ما شاء الله بصور جميلة وأعداد كبيرة ما شاء الله تبارك الله. ما أجمله من شعور أن تعيش مع ضيوف الرحمن من كل فج عميق ما شاء الله تبارك الله. بدأنا الآن في جبل عمر، طبعا تقريبا عندنا في هذه الجهة 6 أبراج، في أكثر من برج لكن عندنا 6 بوابات، وما شاء الله على امتداد هذا الشارع نشاهد جمال الصورة لضيوف الرحمن، الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. يشكر بلك شكرا عليك ما شاء الله، الله يكتب أجرهم. نستمتع بجمال الصور، شوفوا رواشين جبل عمر، هذه الرواشين المكية ما شاء الله بس بشكل جديد ومنظم، وهذه ساحات الحرم ومنارات باب الملك فهد، وهذه أبراج شركة مكة، ونشاهد جزء من ساعة مكة، ونعود معكم بالصورة للخلف ما شاء الله تبارك الله.
نخرج الآن على منطقة الشبيكة، نهاية شارع إبراهيم الخليل وبداية حي الشبيكة، وندخل على التوسعة السعودية الثالثة. ما شاء الله، هذه الصور الجميلة للقادمين من طريق أم القرى. نحن الآن في مواقف الشبيكة، وفي الجهة المقابلة للقادمين من شارع إبراهيم الخليل إلى الساحات الشمالية للمسجد الحرام. التوسعة السعودية الثالثة، ما شاء الله تبارك الله. وطبعا هذه حافلات مكة للي راح ينتقل إلى محطة قطار الحرمين. هذه الحافلة مخصصة لقطار الحرمين فقط. وندخل مع جموع المصلين إلى الساحات الشمالية. طبعا نحن الآن في التوسعة السعودية الثالثة. وراح ندخل إلى الأدوار العلوية. ما شاء الله، هذه أحد المصليات الداخلية في الدور الثاني أو الثالث للتوسعة السعودية الثالثة. طبعا أنا راح أتجه إلى المصاطب العلوية أو السطح الخارجي للتوسعة السعودية الثالثة. طبعا ما شاء الله دخلنا إلى المصليات العلوية، وباقي فيها أدوار فوق لكن مكفل الآن حتى تكتمل هذه المصليات. أول شيء نشرب ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له. طبعا ما شاء الله نشاهد الأدوار العلوية للتوسعة السعودية الثالثة، ما شاء الله ما فيها أحد. كنت بغيت أصلي في الساحات زحمة، لكن ما شاء الله في هذه الأدوار ما في أحد، وباقي الأدوار العلوية. ما شاء الله، هذه صفوف المصلين في الأدوار السفلية. هذا الدور الثاني وهذا الدور الأول. ما شاء الله تبارك. يا على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. نقرب أرضنا بس كل استجدي التزويات بمت.
وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.